المواقف تجرح الرجال وجب العلوم والدرب حد يمشي لين اقصاه والاحد انقصاه بعض المواقف تجرح الرجال وجب العلوم والدرب حد يمشي لين اقصاه والاحد انقصاه الدرب ما يبغى ضعيف البصر هزع العزوم اللي يهرو الفسعة ويضيع حزة العسر يا هاجسي وجه الخصوص دق من وجه العموم وانا بشر واشوف والانسان لا وجهة نظر احد يعوم البحر واحد في البحر يا جزي عوم واللي ما يعرف للبحر حدرا لا يغرق في البحر يا صاحبي والله ماني طالب شيء عدوم المعرفة لها ضوابط ما يكنسلها العذر اللي ما يقب ما رفيق لا حضر وقت اللزوم وقت الغنى الله يغني عنه والدنيا عبر ما للجمال غير طلقين المحيا والقروم اللي ليا ضاق الدهر تسطي على ضيق الدهر والصامل اللي يشتري بالسوق لو غيره يسوم والغالية يفرق في سومتها ولو زاد السعر واللي تثنى دونها يا الله جاله ما يقوم هذاك لا تحسب عليه يا ظهرنا بالقشم واهل الوفا ترف ولا فيها علامة وسوم وقفاتهم تنبيك عنهم كل ما شان القدر والهرج ما يغني ولا يشبع ولا ينصر خوم أكبر دليل الغرب لولا عقب ما كانت مصر والصبر مفتاح الفرج والعدل حلال الخصوم والرجل يا طيب أهلي يا منه تحلى بالصبر طلبت بني عمك لا ترخص والليالي ما تدوم إن كان ما تحرجك عطها واحتسب فيها لجر بعض المواقف دونها لا يقنعك حب الخشوم خير من قصر المهونة عزك بوسط القبر معك يا لين تصل عند زرقة السهوم دامها ما هي معك فاغلب متاهات الخطر والرحلة اللي كلها ذهب ما فيها قدوم لا تحسب اللي ودعك فيها نشوفك ينتظر أقولها في بيوت شعر تختصر كل العلوم وأنا بشر وأشوف والإنسان له وجهة نظر أقولها في بيوت شعر تختصر كل العلوم وأنا بشر بعض المواقف تجرح الرجال وجب العلوم والدرب حد يمشي لين اقصاه والاحد انقصر الدرب ما يبغى ضعيف البصر هزع العزوم اللي يهرو الفسعة ويضيع حزة العسر يا هاجسي وجه الخصوص دق من وجه العموم وانا بشر واشوف والانسان لا وجهة نظر احد يعوم البحر واحد في البحر يا جزي عوم واللي ما يعرف للبحر حدرا لا يغرق في البحر يا صاحبي والله ماني طالب شيء عدوم المعرفة لها ضوابط ما يكنسلها العذر اللي ما يقب ما رفيق لا حضر وقت اللزوم وقت الغنى الله يغني